انا حكيت سناني غسلت وجهي درت كاع داكشي اللي خاصني دار في الصباح. دابا نورمالمون كي خاصني نفطر عاد نمشي لاصال اي نو، ولكن غادي نمشي لاصال بلا ما نفطر. على ود اصلا فاش كنكون هكا ما فطراش ما كنديرش شي انتنس ورك اوت اللي تخليني نشحف ولا نسخف من مورا. انا عارفه خاصني نفطر قبل ما نمشي لاصال، ولكن غنتكيس على راسي اي بروميس. علاش ما غاديش نفطر؟ حيت ما بقاش ليا كاع داكشي اللي كنفطر بالاهتلال. نمشيو لاصال ومراها نمشيو كارفور ولا مرجر ونتقداو شي حويجات و تنرجعو و نفطرو، حيت اصلا باقي الحال هادي يلاه 9 10 دقائق يمكن. تيب الا بغيتو حتى نتوما تبقاو تفيقو و تمشيو لاصال الصباح، وجدو حوايجكم قبل. اي نو غادي تبان ليكم واحد الحاجة بعيدة، ولكن اقسم بالله فيما كنقول صافي عادي شنو، انا عارف راسي شنو غادي نلبس، صافي هي لبسه في بالي الناس ونفيق. غدا الصباح ناخدها، غدا الصباح ما كنلقاها، يا اما ما كنلقاهاش بلاصتها، يا اما ما كنلبسها وما كتعجبنيش، يا اما شي حاجه كتوقع وكنعجز نمشي لاصال. سو بقاو ديروا الحوايج قبل ما تمشيو. سبيكين اوف الحوايج ديال لاصال، عندي هادي اول مره نلبسها، كنت مخليها يا اختي لشي مورين روتين بحال هكا. شوفوا شحال زوينه. اوكي سو الفوق هو هذا زيب اب، وفيه ديك اللعبتي كانت هنا في اليدين، عرفتوا ملي كتخرجوا صبعكم تبان داكشي استريك. والتحت ديالو هو هذا، من هنا واسع وفيه افتتاح. انا لبسته وتشوفوا كي غادي يجي، غادي يجي حلو بزاف هادو. وانا غادي نلبس وانا كنهضر حيت ما بقاش لي الوقت وما بغيتش نتعدل. ما غاديش نلبس برديله، غنلبس غير الكروكس وغادي نمشي بها لاصال. ياس الكروكس، بحال المره اللي فاتت وقيلا حتى المره اللي فاتت وريتكم ما مشيتش بلبس برديله. اول حاجه ما غاديش ندير ورك اوت في يو نو هذاك اللي كيتجريو عليه ولا شي حاجه اللي غادي نخدم فيها رجليا، غادي ندير ورك اوت غير في الطابي. دونك ما غاديش نحتاج سبرديله، و السبرديله اللي كانت عندي تقطعات من واحد البلاصه و ولات كتجيني شويه مزيره، دونك خاصني سبرديله ديال لاصال جديده. ماشي مشكل، حتى الفلوق الجاي ان شاء الله نخرج نشيلو. باي واي انا غادي نمشي لاصال وغادي نوري لكم في شي مرايا هكا طويله، حيت والله ما بقى لي الوقت، خاصني نخرج دابا دابا دابا، سينو غادي نمشي للحال. هاي ست لابوتيك دي نحلها، واخا دابا الصباح بكري ما كيجي عندنا حتى شي واحد زعما مع 9:30، ولكن المهم دابا نقدر نوريكم الاو او تي دي اللي لبست. سو هي كي جات داك السيت ديال لونترينمون. وي بلاتي ندخل اختي نقولها ندخلها هذا انا ونقول لك فوالا سوبر كيوت، كتجي زوينه بزاف. باي ذا واي راني لبست الاك ديال تومي. او بنت اجي او بلا، وهادشي ما يقدكمش بجوج كندير، واخوتي غادي تقسموه حتى نكون راجعه من لاصال ونجيب لكم. عطيتهمش بزاف، عطيتهم غير شويه حيت ما بقاش ليا هذا ديال البارح، حتى نكون جايه من لاصال ونتشكرهم ونجيب لهم معايا. صافي جايز، انا ساليت داك الغرض اللي كان عندي في البوتيك ودابا غنمشيو. اش بغيتي يعطيهم؟ هاي انا في الطاكسي صغير. سكت الطوموبيل وخرجت وقال لي سمح لي واحد الدقيقه، وقفني في الخلا. او ماي جاد، قال لي واش تيدير؟ نداء الطبيعه اونفاس ديالي، ماشي اونفاس ديالي، هو هنا هاد الجهه. يلا باي باي.
اوكي جايز ساليت كاع دوك الورك اوت اللي في تابي ودابا غادي ندير الدانس ورك اوت نشطحو اختاين واحد الفيديو في يوتيوب راه نخلي لكم اللينك ديالو لتحت واحد خطنا كدير موسيقى وكتبقى تشطح ولكن هي ورك اوت صويا هادشي اللي غادي ندير وغادي نمشي ندوش ونمشي فحال وهادي انا كالهبي الا كنشطح في لاصال غير بوحدي باي ذا واي راه ما كانتش الموسيقى في لاصال وانا دايراها في ودني واللي تسمع حدايا كيقولوا من هاد الهبيله هادي مع من كتشطح ما كاين حتى شي واحد كما قلت لكم راه غادي نخليها لكم في الديسكريبسيون الفيديو اللي كنت كنتفرج فيه انا متاكده بزاف غادي يعجبكم واللي زوين فيه هو انكم ممكن ديروها غير في الدار يعني ماشي ضروري تمشيو لاصال بحالي سالينا الورك اوت ودابا غادي ندخل ندوش وغادي ندير تليفوني تشارجا بيد ما ندوش حيت 4% قبل ما ندخل ندوش نوريكم شنو كنجيب معايا لاصال نسيت انا نوريكم اوكي سو انا دايره تليفوني كيتشارجا دونك غادي نوريهم لكم هنا في المرايه حيت قريبه للبريز سو اول حاجه هي هاد سكراب انفورشنتلي ما بقيتش كنقدر ندوش بلا سكراب سو ضروري ومؤكد هذا جنتل سكراب ماشي شوغر سكراب سو ماشي شي حبيبات قاصحين دونك هذا ديال يو تقدر تدوشو به كل نهار حيت سوبر جنتل في داك الكريم ثاني حاجه كنجيب معايا بندوش اوبيسلي دابا كندير هذا ديال تايتي اي ثينك هكا سميتو ما علينا هو هذا هادي ماشي ضروريه ولكن انا كنبغيها على ود قبل ما نخرج من الدار درت اس بي اف وملي كندوش كنبغي نحيدو ونعاودو عاوتاني عاد نخرج به فهمتوا دونك كندير هذا ديال هاد الماركه معرو مزوين هو ستيك بلاتي نحلو ليكم شتو هو ستيك كتصاوبوه بحال هكا كلينزر وكتغسلو به وجهكم ما نقدرش نجيب معايا هذاك ديال ايفوغوشي اللي شريت حيت فريمون كبير دونك هذا صغير نقدر نهزو معايا واخر حاجه اوف كورس هي هاد بودي سبراي وبعض المرات كنجيب معايا شاور كاب الا كنت ما ناويهش نغسل شعري كنجيب معايا ضروري شاور كاب باش ما يفزكش تقولوا لي يا انت تمرمتي في ديك الطبيه علاش ما غاديش تغسلي شعرك راه خايب لا فلاصال كاين قولوا لي سانيتايزر عرفتوا هذاك اللي كاين ديزانفكتي اليدين واي حاجه كتاخذيه كترشي به الطبي وعاد كتعبي بها سالينا الورك اوت ما صورتش لكم حيت طفى ليا التليفون وخليتو كيتشارجا هنايا درجي ماسكارا ودك فراجو و اس بي اف وغادي ناكل كيت كات باش ما نسخفش بالعيا ودابا غادي نمشيو لمرجان لا كارفور كارفور قريب ليا نمشيو نتغداو باش نفطرو حيت راه المود جا وهاد 11 انا وصلت لكارفور غادي ناخد وين ليا كبري ريسون وغادي ندخلو اوكي جايز انا خرجت جربت واحد الواتر ليبستين من فلور مار جاب الله ما شريتوش عرفتي على شويه كنت غادي نشريه جاب الله ما شريتوش ما عجبنيش فاش خرجت من الضو اختي داك الضو اللي كيبقاو يديرو في المكازان ديال الميك اب كيكون زوين كيبين كلشي زوين انا دابا في الدار غادي نمشيو للكوزينه باش نصاوب وناكل حيت الجوع 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 سويا يلا نمشيو للكوزينه نوريكم شنو خديت من كارفور ونوريكم الفطور قبل ما نبدا الفطور بغيت نوريكم شنو خديت قبيله من كارفور خديت دانون كبير كيعجبني هذا الكبير حيت كيبقى ليا مده طويله خديت شويه ديال الفرامبواز خديت شويه ديال بلو بيريز وخديت سوريمي حيت كيعجبني نديرو مع شلاضه وخديت الطون حيت كنديرو مع شلاضه اللي كندير فيها السوريمي نيت اوكي جايز سو ليتس ميك ذا بريكفاست غادي ناخذ زلافه هنا عندي شويه ديال بلو بيريز والفرامبواز اللي خديت قبيله باش نديرهم مع دانون اوبيسلي تقدروا ديروا اي زعما فروي عندكم في الدار ماشي ضروري البنان التفاح هو تيجي زوين اوف كورس هذا اللي شريت قبيله وغادي نزيد من الفوق شويه ديال القرقاع واللوز وحتى هذا ممكن ديروا اي حاجه كاينه في الدار القرقاع اللوز لاكاجو بيستاش اي حاجه وما نساوش اوف كورس عسيله باش نحليو بها في عود السكر
فوالا ها هو وجد سوبر كيوت وديليشيوس المنظر ديالو الزوين. جربوه ما غاديش تندموا. شوفوا الا قدرتوا تجربوه بهادشي اللي انا درت حيت هادشي هو احسن حاجه. انا جربت كلشي هادشي هو احسن حاجه. ولكن الا ما عندكم البنان التفاح اي حاجه ديروها حتى هي زوينه. وصافي غادي ناكل دابا هادشي اللي درت ومن بعد غادي نهبط. يا اما غادي الا كان هي نورمالمون انا ماشي كل صباح هادشي الاول اللي صورت لكم كيبقى هو هو. ولكن العشيات كيتبدلوا. يا اما كتكون عندي شي خدمه الانستغرام ولا تيك توك شي فيديو ولا شي حاجه نصورها وكنصورها. يا اما كنهبط للبوتيك الا ما كان عندي والو كندوز نهاري كامل تما. هاد النهار غادي نهبط للبوتيك. سو يا جايز هذا هو صباحي كي كيدوز. اي هوب يكون عجبكم الفيديو. انا عمري ما صورت شي مورنين روتين هذه اول مره. سو الا بغيتوهم يا زعما بلا ما الا زعما عجبكم الفيديو قولوا عليا. كل 3 شهور هكا كل 6 شهور نبقى نصور لكم مورنين روتين الا تبدل الا بقى هو ما كاينش لاش. ثانك يو سو ماتش فور واتشينغ. بليز رجعوا في الفيديو الجاي و سي يو ان ماي نيكست فيديو. بيس باي.